Ekaba Radio, Ekaba Radio. This is Jordanian vessel's father. Jordanian vessel's father calling. Okay, please. You're welcome to Aqaba. Welcome to Aqaba. Would you please can you give me your exact arrival, exact time of arrival to Aqaba? Over. This is Jordanian vessel's father. My time of arrival 1600 local time. I repeat 1600 local time. Over. Okay, you will arrive 1600 local time this afternoon. Would you please give me cargo on board? Cargo on board, over. Cargo on board, general cargo, 11020. Repeat, 11020 tons, over. 11020, 11020 general cargo, over. Thank you very much. Would you please last port of call? Last port of call, over. My last port of call is Bremen. I repeat, Bremen, West Germany. Over. My last port of call, Bremen, West Germany. Okay, then. Please give me your draft forward and afterwards. The draft, over. 3 1 feet 6 inches. Over. Thank you, Marines. Okay, draft forward 28 feet 6 inches and afterwards 31 feet 6 inches. أعزائي المشاهدين، طابت بالخير أماسيكم وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة الليلة من حلقات برنامجكم مهن مطلوبة، حيث سنرتاد معكم الليلة عالما سحريا ظل لقرون طويلة يشكل طلاسم مجهولة لبني البشر. ذلك هو عالم البحر المعطاء الذي كلما تمكن الإنسان من فك أحد طلاسمه زاد تعلقا به وإيمانا بأهميته لحياته. وقد احتل البحر حيزا واسعا في تراث الإنسان الأدبي والعلمي ومجالا واسعا من أحلامه وأمانيه، فتغنى به الشعراء ووصفه الواصفون وشبه به الرجال الكرماء. أما في عالم المادة المحسوس فقد تنامت أهمية البحر يوما بعد يوم، فأصبح مختبرا للعلماء، وعبر مياهه تواصلت أجزاء الأرض واكتشفت المجاهيل من رقاعها، وعلى صفحات الماء يتم نقل معظم ما يحتاج إليه البشر في حياتهم. ترى أين نقف نحن في الأردن من عالم البحر؟ وماذا يشكل بالنسبة لنا؟ هذا ما سنحاول أعزائي المشاهدين أن نعرفه خلال رحلتنا هذا المساء. ككل الأشياء في حياة بلدنا المعاصرة، بدأت طفلا يحبو ثم نمت واشتد عودها حتى أصبحت صروحا تؤتي أكلها مزيدا من العطاء لمسيرة البناء. كذلك كان تعاملنا مع البحر، ففي مطلع حياتنا البحرية كان النشاط مقصورا على مراكب صيد السمك تمخر عباب البحر لتأتي للناس ببعض الغذاء. ومع تزايد حاجتنا للاتصال بالعالم الخارجي تزايد الاهتمام بميناء العقبة، حيث وضعت اللبنات الأولى له، فكانت تصله السفن بمعدلات قليلة تحمل إلينا بعض ما نحتاجه لتفرغه في عرض البحر حيث لم نكن نملك أي رصيد. وشيئا فشيئا كبر بلدنا وكبرت حاجاتنا، مثلما أصبحنا نمتلك ما نمنحه للعالم. لذلك كان لابد من أن يكبر ميناء العقبة حتى يصل إلى ما هو عليه اليوم، وحتى نحفظ لبلدنا ميزته في أن تدار مرافقه بالكفاءات الأردنية، اتجه التفكير لأن يكون لنا في مياهنا الوطنية أسطول بحري يحمل إلى العالم صادراتنا ويجلب إلينا ما تحتاج إليه مسيرتنا. وهكذا أنشئت شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية عام 76 لتسد هذه الثغرة. كانت البداية متواضعة، تمثلت في رأس مال مقداره 2 مليون دينار وسفن مستأجرة.
غير أن الآمال كانت كبيرة، لعل على رأسها إنشاء أسطول بحري وطني وتطويره وتنميته بشكل يمكن الأردن من المشاركة الفعالة في الملاحة وتوفير الخدمات المنتظمة في مجال النقل البحري من وإلى البلدان التي لها علاقة تجارية مع الأردن. كذلك وضعت الشركة في رأس قائمة اهتماماتها توفير الفرص المناسبة للشباب الأردني لخلق وتطوير المهارات في تكنولوجيا الملاحة وشؤون إدارتها، وهو الهدف الذي تعمل الشركة على تحقيقه عبر محورين: أولهما استقطاب شبابنا الأردني العامل في الأساطيل الأجنبية، وهو الأمر الذي تحقق من خلال التحاق العديد من شبابنا الأردني بالشركة. السيد يوسف فهد السرحان، أحد الضباط الأردنيين العاملين على متن سفينتنا الأردنية بدر. أهلا وسهلا فيك أخ يوسف. أهلا بك أخ يوسف. في البداية تشرح لنا إيش معنى كلمة ضابط بحري؟ ضابط بحري هو في عندنا طاقم السفينة، طاقم القيادة، يتكون من 4، اللي هو القبطان، اللي هو القائد الرئيس والقائد الإداري في السفينة، وفي عندنا 3 كباتن اللي هم المساعدين له وهم مسؤولين عن قيادة السفينة. الضباط هذول هم يتناوبوا على قيادة السفينة تقريبا 4 ساعات، كل 4 ساعات يبدل، يعني بيطلع 4 ساعات وبتريح 8 ساعات، فهم المسؤولين عن توجيه السفينة وملاحة السفينة كاملة. حول طيب انت ليش اخترت هاي المهنة بالذات؟ اخترت المهنة لانه طبعا ما فيش شباب اردنيين خاضوها قبلنا، وكنا احنا ناويين انه باعتبارها مهنة جديدة ان نخوضها ونساعد كمان في بناء بلدنا، لانه صار عندنا هسه تقريبا يعني بدا ينمو عندنا اسطول بحري، فطبعا هذا بحاجة لشباب وكباتن اردنيين اللي بيقودوه. طيب قديش المدة اللي صار لك في البحرية انت؟ صار لي 4 سنوات. 4 سنوات، فين كنت تعمل؟ انا كنت اعمل في البواخ اليونانية بعد ما تخرجت، طبعا خلصت دراسة في اليونان وتخرجت من اليونان وبقيت في البواخ اليونانية. طيب شو الاسباب اللي خلتك تختار الشركة الاردنية حتى تيجي وتعمل فيها؟ طبعا انه هاي شركة بلدنا، وبعدين في لنا مزايا كثيرة هون، انه احنا بنكون في بلدنا، في طبعا لنا مزايا كثيرة هون، الرواتب جيدة، في لنا اجازات طبعا حوالي تقريبا 10 ايام في الشهر، وإلنا مزايا كثيرة وتأمين صحي وجميع الأشياء موجودة لنا. طيب إيش بتقول للشباب الأردني عن هذه المهنة؟ طبعا إحنا ننصح الشباب الأردنيين إنهم بيجوا عشان يكونوا معنا، عشان إنه بيكون عندنا طاقم كامل لأسطولنا البحري ونقدر نقوم فيه بأنفسنا. أما المحور الثاني فتمثل في إرسال الشباب الأردني في بعثات دراسية إلى الأكاديميات البحرية للالتحاق بأسطول الشركة فور تخرجهم، وهو الأسطول الذي ينمو يوما بعد يوم. فمن العمل عبر بواخر مستأجرة تحولت الشركة إلى شراء البواخر، حيث تم تدشين أول باخرة مملوكة رسميا في مطلع العام الحالي، وهي إحدى باخرتين تم شراؤهما عام 81، حمولة كل منهما 13,750 طن. كذلك تم عام 82 شراء عدد آخر من البواخر. إن قيام أسطول بحري وطني أردني عنا أول ما عنا توفير فرص عمل متزايدة لشبابنا الأردني، ذلك أن السفن تحتاج إلى طواقم كاملة من الضباط والفنيين، لعل في طليعتهم قبطان السفينة الذي يتولى قيادتها والإشراف عليها في كل كبيرة وصغيرة. فالقبطان على ظهر السفينة هو القائد المسؤول مباشرة عن سلامة كل ما فيها، كما أنه يمثل الشركة في كل الموانئ. ومقابل هذه المهام الجسام التي يطلع بها القبطان، فإن الشركة تحرص على أن توفر له دخلا ماديا مرموقا، إذ يتقاضى راتبا شهريا مقداره 720 دينارا أردنيا. وعلى ظهر السفينة الأردنية ضابط أول
يعمل مدة 8 ساعات يومية مقسمة على ورديتين، مهمته خلال كل منهما الإشراف على المظهر العام للسفينة والإشراف على صيانة معدات التفريغ فيها، لأنه المسؤول عن عملية التفريغ والتحميل. وفرص التطور مفتوحة أمام الضابط الأول ليصبح قبطانا بعد 4 سنوات من العمل وحصوله على شهادة قبطان أعالي البحار. أما الراتب الشهري الذي يتقاضاه فهو 472 دينارا أردنيا. يلي الضابط الأول في تسلسل العمل على ظهر السفينة ضابط ثاني يناط به خلال ورديتي العمل يوميتين الإشراف على المعدات الملاحية في الباخرة مثل البوصلة وأجهزة الرادار وقياس عمق الماء والإشراف على الخرائط، وهو يتقاضى راتبا شهريا مقداره 405 دنانير أردنية. ويتولى الضابط الثالث من طاقم السفينة الإشراف على قوارب الإنقاذ وصيانة أدوات الحريق والإشراف على أدوات السلامة العامة خلال ورديتي عمل مدتهما 8 ساعات يوميا. ويقضي الضابط الثالث من 2 إلى 3 سنوات بالإضافة إلى حصوله على شهادة ملاح حتى يصبح ضابطا ثانيا. كذلك فإن من بين طاقم الملاحين ضابطا احتياطيا يكون تحت التدريب وفق برنامج تدريبي معد مسبقا من قبل الكليات البحرية. كذلك فإن قيام أسطول بحري وطني عنا أيضا فرص عمل واسعة لمجموعات من المهندسين من شبابنا، فعلى كل سفينة طاقم مهندسين يتكون من مهندس ميكانيكي أول يكون مسؤولا عن غرفة المحركات وتشغيلها بأفضل صورة اقتصادية وفقا لتعليمات القبطان التي تقررها الشركة، ويتقاضى راتبا شهريا مقداره 705 دنانير. ومن بين أفراد الطاقم الهندسي للسفينة مهندس ميكانيكي ثاني مهمته الإشراف اليومي على تشغيل وصيانة معدات الباخرة تبعا للسياسة التي يرسمها المهندس الأول. ويتقاضى المهندس الميكانيكي الثاني العامل على ظهر السفن الأردنية راتبا شهريا مقداره 472 دينارا. أما المهندس الميكانيكي الثالث فيتولى الإشراف على مولدات الكهرباء وصيانتها وفق جدول يضعه المهندس الثاني، أما راتبه فيبلغ 400 دينار. وهناك أيضا المهندس الميكانيكي الرابع الذي يتولى الإشراف على تزويد الباخرة بالوقود وصيانة معداتها الثانوية مقابل راتب شهري مقداره 260 دينارا. ويساعد طاقم المهندسين هذا مهندس خامس يقوم بالأعمال التي تناط به من قبل المهندس الأول. ومن المهن التي يوفرها الأسطول البحري الأردني لشبابنا مهنة ضابط الاتصال، فضابط الاتصال على ظهر السفينة هو الذي يتولى الاتصال بين السفينة والموانئ ومتابعة التنبؤات الجوية وتزويد الموانئ بحركة السفينة وموقعها. ويتراوح راتب ضابط الاتصال عادة ما بين 350 دينارا إلى 400 دينار أردنيا شهريا. ومن بين المهن البحرية المرموقة مهنة المرشد البحري، وهو عادة برتبة قبطان، غير أنه يعمل في الموانئ حيث يتم تزويده من قبل مكتب الإرشاد في الميناء بمعلومات عن السفينة القادمة إلى الميناء
من حيث اسمها وجنسيتها ووكيلها وطولها وغاطسها وحمولتها وأية مواصفات تعينه على أداء مهمته التي تنحصر في مساعدة قبطان السفينة في قيادتها منذ دخولها إلى المياه الإقليمية حتى رسوها في الميناء. ويتقاضى المرشد البحري راتبا شهريا لا يقل عن 500 دينار، وهو يتمتع عادة بخبرة طويلة في مجال الأعمال البحرية. الكابتن إبراهيم أبو الشيخ رئيس المرشدين في ميناء العقبة، أهلا وسهلا فيك كابتن. أهلا فيك كابتن. كم سنة سنك في البحر؟ صار لي بالضبط حوالي 14 سنة من سنة 1968. طب من خلال خبرتك الطويلة هاي في البحر، إيش هي أهم المزايا لهاي المهنة؟ لهذه المهنة مزايا كثيرة، منها أول شيء تكوين شخصية البحري أو شخصية الشخص كبحري عند انتسابه والتحاقه بالبحر، وبالإضافة للكلام هذا تعطيه فرصة ما بنعطاش لكل إنسان أنه يتفرج على العالم الموجود حوالينا من الناحية الجغرافية ومن الناحية التاريخية، يشوفها بشكل فعلي. بالإضافة لهالحكي يتعرف على عادات والتقاليد الموجودة عند الشعوب الأخرى وفي البلدان الأخرى. طب إيش وجهة نظرك بالنسبة لمستقبل الملاحة في الأردن؟ والله في الأردن ولو أنه بلد ناشئ من ناحية بحرية، إنما المستقبل إن شاء الله راح يكون مستقبل واسع، حيث أنه يوجد حاليا شركتين أردنيتين بيمتلكوا بواخر أردنية، شركة الخطوط الوطنية الأردنية اللي صارت تمتلك حاليا باخرتين عاملات للبضائع المختلفة، وبيخططوا كمان لشراء عدد آخر من البواخر. إن شاء الله طبعا راح نشوف الأسطول الأردني بنمو وبقيادة شباب أردنيين، وللأسف الشديد لغاية الآن طواقم البواخر الأردنية الموجودة حوالي 95% منهم للأسف أجانب، ونطلع إن شاء الله للأيام القادمة وللمستقبل بحيث أنه يصير على البواخرنا الأردنية على الأقل 90% أو أكثر من طواقمنا الأردنية. كل الطاقم بصير. طيب كابتن، كإنسان قضى 14 سنة في البحر، إيش بتقول للشباب الأردني عن هاي المهنة؟ والله كما قلت في البداية، المهنة هاي تكون شخصية الإنسان كإنسان. بشجع كل شاب أردني أنه يلتحق في العمل على البواخر الأردنية، حيث أنه هذا دخل قومي مجزي جدا ومش لازم نغفله قطعا. ليست المكاسب المادية وحدها هي ما توفره البحرية للعاملين على ظهر السفن، وهي مكاسب تعمل الشركة على زيادتها، بل إن الشركة وحرصا منها على توفير الراحة لطواقمها العاملة تمنح العاملين على ظهر السفن عطلة شهرية مقدارها 10 أيام، يمكن للراغب أن يستبدلها بمكافأة مالية، علما بأن الشركة تحرص على أن تجعل رحلات سفنها ممتعة من خلال توفيرها لكل المرافق على ظهر السفينة كغرف النوم المريحة وبرك السباحة والمطعم الحديث والمكتبة، وتهيئة المرافق ليمارس طاقم السفينة ألعابهم المختلفة وهواياتهم مهما كانت. كذلك فإن العاملين على ظهر السفن الأردنية مؤمنون صحيا ضد الأمراض والآفات. كذلك توفير فرص الحياة الاجتماعية النشيطة من خلال إقامة الحفلات أثناء الرحلات وفي الموانئ، علما بأن من حق أفراد طاقم السفينة اصطحاب زوجاتهم أثناء السفر، مما يخلق جوا اجتماعيا نشطا ويخلق روح الأسرة بين أفراد الطاقم. نهارا सुकून मिलता है बुत खाने में चैन मिलता है तो स
ताकि फिर मैं खाने में धूम बराबर धूम शराबी धूम बराबर धूम धूम बराबर धूम शराबी धूम बराबर धूम काली घटा है मांस बजा है काली घटा है मस्त बजा है जाम उठाकर चूम 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 धूम बराबर धूम शराबी धूम बराबर धूम धूम बराबर धूम शराबी धूम बराबर धूम أخي مشاهد إن العمل على متن السفن الأردنية فوق أنه يتيح لشبابنا فرص العمل النادرة فإنه باب من أبواب العمل الواسع لمشاهدة أرجاء هذا العالم والتعرف على ثقافات شعوبه مما يعني زيادة في الثقافة وبناء شبكة واسعة من الصداقات تجعل من حياة العاملين على ظهر السفن رحلة محبة وألفة. أخي المشاهد، إذا كنت واحدا من أبناء بلدنا الطموحين فابحث لك عن مكان في عالم البحر المليء بالحيوية والنشاط والخير والعطاء وساهم في بناء صرح خطوطنا البحرية الوطنية علك تكون ذات يوم ربانا يقود سفينته إلى شطآن الوطن حيث ينتظرك إخوتك لإكمال مهمتك من خلال مهمتهم التي سنتعرض لها معا في حلقتنا القادمة.